İşgalci İsrail askerleri 2000 yılında gerçekleştirdiği katliamda 16 yaşındaki Kudüslü Mecdi'yi şehit etti. Kudüslü şehidin babası oğlunu çok sevdiğini ve her şeye rağmen Mescid-i Aksa'yı koruyacaklarını belirtti. Jina ala al-bayt hona qulna khalas nusalli al-asr wa bninzil nfattish alayh illa wahid batsal biqul fi hada min dar al-muslimani wa min ulad amna misawab المهم شغلنا السيارة وضلينا طالعين في الطريق اللي هو بيقول له مجد المصوب ضلينا طالعين على المخاصد من المخاصد عرفنا انه استشهد يعني الله يرحمه اجى واحد شاهد عيان من الاقصى بيقول حملناه عده مرات نحاول لما صوب طبعا هو مش صوب هو اغتيال لانه هو كان شقه الجراج الاوقاف مكلبسين قوات مستعربين وقوات خاصه في واحد كان بالوضو في غاده مطرح للوضو كان متخبي جوا شاب لابول انا سمعته كان يتنابش هو وياهم المهم بطحوه وطخوه مباشره على الراس يعني علاقته كانت كتير كويسة مع الجيران مع الأصحاب مع القرايب مع أولاد صفه وكلهم بحبوه في هدول كان نشيط كان هوايته إنه يطلع مهندس كان إنه ينزل يصلح كمبيوترات يصلح ماكينات تصوير سبحان الله كل ما تمرق ذكرى بقول يعني هيئته لأولاده يعني شوي بدنا نجوز أولاده يعني لما هو مثلا عمره 16 21 37 يعني لو جوزناه خلص تعليمه لعمر ابنه 13 14 سنه 15 زي باقي يعني من دون كيف الناس بتفرح في اولاده واحفادها انا بفتقده يعني كل ما اشوف يعني بتذكر انه ابني مثلا صار عمره 35 سنه كان غيور بقول لك ليش هذا ينزل ليش يعني بدهم ياخذوا الاقصى تبعنا شو لهم يعني كان متضايق من القصه في هذول بقول لك طب يعني هي عندهم كل الاراضي عمال ماخذين كل شيء لحقنا على المسجد الاقصى